الصراط المستقيم، لأن الإغراءات كثيرة. لكن من تعرف على الله تعرف الله عليه. شاب أعرفه رؤيتي أخباره تمام المعرفة، يقول أخوه منذ صغره وهو متعلق بالمساجد، أحسبه الله حسيبه، شاب نشأ وترعرع في طاعة الله، أحسبه الله حسيبه من التبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كما أننا نرى نماذج من الضياع ولله الحمد نرى نماذج كثيرة من الاستقامة، وهؤلاء حجة على أولئك. لا يتعثر الشباب ويقول كثير منهم نحن لا نستطيع، إن استطاع فلان أنت أيضا تستطيع، لكن خذ بالأسباب وخذ بسبيل النجاة التي سلكها فلان حتى تنجو أنت. يقول أخوه نشأ وترعرع في طاعة الله، كبر وهو يحب المساجد ويحب أهل المساجد، لما انسحق بالوظيفة التحق بالسلم العسكري، فكان ذلك اليوم يوم مشهود لا ينساه أبدا ويتذكر ذلك اليوم، حين قوبل في مقابلة القبول ووافقوا عليه موظفا في السلك العسكري. جاء اليوم الذي ستسلم فيه البطاقة له، فقال له الذي يأخذ الصور، أنت بلحيتك هذا إن صورت اليوم على هذه الصورة فأنت لا تستطيع بعدها أن تزيل هذه اللحية، فهل تريد إزالتها قبل أن نأخذ لك صورة؟ قال أسأل الله أن يأخذ عمري قبل أن أبدل سنة محمد، أسأل الله أن يأخذ عمري قبل أن أبدل سنة محمد. سنوات وأنا أعتني بسنة محمد، سنوات وأنا أعتني بمظهري، آتي الآن من أجل وظيفة أتخلى عن دين الله أو أتخلى عن أي شيء من دين الله؟ خذ الصورة، وكل عزة أنني أقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأخذت له الصورة في لحية تجلله وتجلل وجهه، يظهر منها أثر النور، نسأل الله أن يتقبله في من عنده. ثم بدأ يسلك طريق الاستقامة مع المستقيمين ويعمل مع العاملين. يقول أخوه والله لا يهدأ بالليل والنهار، يعمل على صلاح الشباب وعلى استقامة الشباب بالليل والنهار، يأتيه الناس في حوائجهم وهو لا يكل ولا يمل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفع الناس أنفعهم بالناس. وسئل عن رجل يخالط الناس ويتحمل أذاهم، وعن آخر لا يتحمل الناس ولا لا يخالط الناس ولا يتحمل أذاهم، فقال هذا أحب إلى الله وخير عند الله الذي يسعى لهداية الناس ويسعى في قضاء حوائج الناس. يقول حتى إذا بلغ سن الزواج تزوج، ثم رزقه الله بسبية وبنات وهو لا يكل ولا يمل في العمل الدعوي وفي العمل الخيري، ثم التحق بأحد الهيئات الخيرية يعمل معهم في نصرة الإسلام وفي نصرة المسلمين، حتى إذا بلغ متوسط العشرين أو دونها أو أكثر منها قليل، قال أصابه المرض وما علم أحد بمرضه، كان يتألم ألما شديدا ولم يظهر لأحد من الناس ضعفه ولا ما سببه له المرض، كان يتألم ولا يظهر شكواه إلا إلى الله جل في علا. ثم بدأ المرض يتفاقم عليه ويزيد عليه، كان يخبئ عن أمه آلامه حتى لا تتأذى المسكينة وتحمل همس مرضه. يقول حتى بلغ المرض منه مبلغه، أخذناه إلى الطبيب، فقال الطبيب إنه مصاب بورم خبيث في بطنه، مصاب بورم خبيث في بطنه، ولا بد أن يرضخ ويجلس للعلاج. بدأوا علاجه بالمسكنات حتى يخففوا عنه الآلام، ثم تفاقم المرض وزاد، وكان لا بد من أن يعالجه بالجرعات الكيماوية. الجرعات الكيماوية يا أخوان ماذا تسبب؟ أبسط مسبباتها أنها تسبب تساقط الشعر، أنها تسبب تساقط الشعر. سبحان الله، كان دائما يدعو أن الله يثبته على دينه وأن يلقى الله غير مبدل ولا مغير، كان يعتز بمظهره الذي يدل عليه. سبحان الله، يقول الطبيب الذي عالجه بدأنا بإعطائه جرعات كيماوية. سبحان الله، أول ما يظهر على المريض من مفاعلات عكسية من أثر هذه الجرعات أنه يبدأ يتساقط الشعر. يقول والله الذي لا إله إلا هو ما سقطت شعرة واحدة من جسمه. يقول كنت أتعجب، الطبيب يقول كنت أتعجب، كل المرضى تحدث لهم مثل هذه العوارض وكلهم يتساقط شعر جسدهم،
يقول والله كنت آتيه وهو نائم في إغماء كاملة من أثر هذه الجرعات ومن أثر الآلام التي كان يعانيها. قلت كنت أشد لحيته فلا تسقط منها شعرة واحدة. يقول كنت أجر لحيته علها تتأثر بالشد فأجدها والله ثابتة على وجهه ما سقطت منه شعرة واحدة إلا لأنه كان يدعو الله أن يلقاه وهو غير مبدل ولا مغير. اعتز بدينه فاعتز الله به، ثبت على دينه فثبته الله في أشد اللحظات. مات ولكن موته كان له أكبر الأثر على غيره. كثير يموت ولا يدرى عنهم، كثير يموتون وتنقضي أخبارهم بعد 3 أيام، وآخرون يموتون ويحيى بموتهم أقوام. نحسبه هذا الشاب الله حفيده حتى في ساعات مرضه، حتى في ساعات مرضه كان يدعو من حوله. أما يكفي أن الله كرمه كرامة عند موته ولقى الله وهو معتز بسنة محمد التي قال لصاحب الوظيفة والله إني لم أتخلى عن لحيتي ولا طرفة عيني. فثبته الله في لحظات موته بصراحة. الشباب يحتاجون إلى مراجعة حسابات، الشباب بحاجة أن يراجعوا حساباتهم وأن يستقيموا في صفوف المصلين. فأسألك سؤالا واصدقني في الجواب، كيف أنت مع صلاتك؟ وأين صليت الفجر اليوم؟ في جماعة المسلمين أم مع المتخلفين أم مع الذين أولئك الذين لم يركعوا ولم يسجدوا لله رب العالمين؟ كم عمرك اليوم؟ لقد بلغت من العمر 20، بعضنا من جاوز 20، وبعضنا من جاوز 30، وبعضنا من جاوز 40. فقل لي بالله العظيم، لن أسألك عن 20 ولا عن 30 ولا عن 40 سنة، سأسألك عن أشهر مضت منذ بداية العام حتى يومنا هذا. قل لي وكن صادقا، كم مرة فاتتك صلاة الجماعة؟ مرة، مرتين أم 3؟ قل لي واصدقني بالله العظيم، كم مرة ناداك منادي الله الصلاة خير من النوم؟ وواقع حال كثير يقول النوم خير من الصلاة. مرة أم مرتين أم 3؟ وأنت يا من تدعي أنك محافظ على الصلوات وأنك لا تتخلف عن الجماعات، اصدقني وقل لي بالله العظيم، كم مرة تفوت التكبيرة في الإحرام؟ كم مرة فاتتك على مدى أشهر وعلى مدى أيام؟ والله لا يستقيم حال الشباب صغارا ولا كبارا حتى يستقيموا في صفوف المصلين. قرأت عبارة جميلة علقت في أماكن كثيرة هنا وهناك، إذا أردنا النصر فلنصلي الفجر، إذا أردنا أن ننتصر على أعدائنا فلا بد أن ننتصر على من أولا؟ لا بد أن ننتصر على أنفسنا. ابدأ بنفسك، تنهها عن غيها، إن انتهت أنت عظيم. والله الذي لا إله إلا هو، إنك لن تلقى الله بقربة أعظم من المحافظة على الصلوات. والله لن يقودك إلى الجنان إلا المحافظة على الصلوات. ولو سألت أهل النيران عن سبب سلوكهم ذلك الصراط وذلك الطريق الضال، قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فالشباب بصراحة يحتاجون إلى مراجعة حساباتهم، حتى الشيء حتى الكبار يحتاجون إلى مراجعة الحسابات. فأين نحن عن أولئك الذين لم تفتهم الصلوات؟ هذا يقول 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام، وآخر يقول 50 سنة ما فاتتني صلاة الجماعة. فأين نحن من هؤلاء؟ والله لن يتغير الحال ولن يتغير الواقع إلا إذا انضبطنا في صفوف المصلين. ولن يكون للكلام الذي سمعناه بالأمس ولا من قبله ولا اليوم أثر حتى نبدأ نغير ما بأنفسنا. والصادق هو الذي يصدق مع نفسه، الصادق هو الذي يصدق مع نفسه. وما ربك بظلام للعبد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الذين هم على صلاتهم دائمون، وأن يجعلني وإياكم من الذين هم على صلاتهم يحافظون، وأن يجعلني وإياكم من الذين هم في صلاتهم خاشعون.
اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا واصلح ولاة أمورنا.